قال المتحدث العسكري إن القوات المسلحة احتفلت بانضمام 3 طائرات متعددة المهام من مقاتلات الجيل الرابع طراز رافال إلى تشكيلات القوات الجوية، والتي تمثل الدفعة الثالثة من هذا الطراز التي تتسلمها مصر. تأتي الدفعة في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا، والذي يشمل التعاون في مجالات التسليح والصناعات العسكرية. وأشار المتحدث إلى أن الرافال الجديدة تمثل إضافة قوية لقدرات قواتنا الجوية بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية، كما تتيح لها التعامل مع جميع التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية.